أعرف مين عم يترك هالدعاسة كل يوم هون. يا الله دخيلك. هيك أحسن. صباح الخير، كيفك خالة؟ صباح النور يا بنتي. صباح الخير. شو رايحة على المعهد؟ ليش ما حكيت لك الخانم؟ أنا تركت المعهد وخلصت، هلأ بس بالبيت عم أخذ دروس خصوصي، هيك أحسن لي. لا هي ما حكت لي. لا ما حكيت إلا لا. جانسو، أنت لساتك زعلانة مني؟ لساني؟ ليش شو تغير؟ جانسو يلا رح نتأخر. يلا باي. خاطرك خالي زهرة. مع السلامة، الله معك بنتي. ليكي فريحة، أنتِ لا تزعلي، هي متضايقة من مرت أبوها يعني. كثير أنا زعلت من يلي صار، لأنه الورقة هي اللي كانت السبب. ورقة شو أمي؟ هاي الورقة يلي أنتِ كاتبة فيها اسم هذا الشاب رفيقك. شو؟ اسكتي، لا تصرخي. ها؟ مو هديك الليلة رحتي وعلى أساس أنتِ عن جانسو؟ أنا وقتها فت على الغرفة وطلعت وشفت في ورقة، أخذتها من الأرض وقريتها وبعدين حطيتها بجيبتي وراحت عن بالي، وظهر وقعت مني بغرفتها والخانم لقيتها وفتحتها وبهدلتها للبنت بسببي. يا أمي أنت شو عملتي؟ خلص ما رح يمشي الحال، أنا رح أحكي مع جانسو. شو رح تحكي معها يا بنت؟ رح تقلي لها إنه ما بكفي إني دخلت على الجامعة اللي كانت حلمك، وفوق الشاب اللي بتحبيه كثير بحبني أنا؟ عن جد عم بزعل عليها كثير، اساسا علاقتها مع سنان خانم سيئه، وفوقها حطيتها بموقف محرج، معقول اقعد اتفرج عليها؟ اسمعي بنتي، هي كمان هلا مراهقه ودمها عم يغلي ورح تغار، يعني اذا حكت هون ولا هون ممكن يسمع ابوكي او يسمع محمد، بعدين شو فكره انه رح يخلوك تروحي على الجامعه؟ مبين عليها الشاب معجب فيكي وبحبك، ومبين عليه تقبلنا ونحن هيك وضعنا. بس إذا أبوكي سمع هالحكي مو رح يروح ويحاسبه للشاب؟ وشو رح يعمل بس يحاسبه؟ أه؟ يلا امشي، رح تتأخري على الباص. يلا امشي امشي. هلا بتتأخري. حكينا لوش الصبح وبعدين ضفته على الفيسبوك كمان، ولقيت انه وضع العلاقات عنده مخربط. شو معنى هالحكي برايك؟ شو رح يكون؟ يعني حاطك احتياط، قصده انه عنده حبيبه، بس باختصار قصده انه فيه يضيع وقت معك. وامير كمان عمل معك نفس الشيء. شو ما بده يعمل مو مهم، ولا مهم المشاوير، المهم النتيجه. صباح الخير، شو عم تعملوا؟ ما رح ندخل ولا بدكم تضلوا هون؟ جونجا؟ اسمك جونجا ما هيك؟ بدي اسألك سؤال، انتي ونحنا من امتى كنا صحبة؟ نحنا يعني انا وهاندا حلينا كل مشاكلنا، شي يوم بتخبرك هاندا عن كل شي. ما فهمت، ليش نحنا كان في بيناتنا مشاكل؟ واي مشكلة اللي حليناها؟ ما في، ما كان في، بس مو نحن حكينا واتفقنا؟ حبيبتي ما بدي دمر أحلامك، بس هالشغلة طولت كتير، مليت، رجعي لعالمك بقى. هاندا منقدر إنه نحكي شوي؟ هاندا هلأ هيك شو بدها منك؟ اسمعي، رح روح لعندها وأعرف، حرام، عندها مشاكل كتير، زعلت عليها. نعم، شو بدك؟ أنا وياك عملنا اتفاق، أعطيتك السي دي ووعدتيني، تذكرتي ولا ذكرك؟ عن اتفاقنا؟ أنا ما بعرف عن شو عم تحكي. صحيح، أعطيتيني السي دي على أساس فيلم حلو وأنا تابعته فعلا، بس طلع الفيلم من النوعية اللي ما بحبها، كسرته وكبيته. لهيك ما في اتفاق، وسي دي ما في، فهمتي حبيبتي؟ مو بهالسهولة. شو كان في جوات سيدي؟ متعلق بفريحة ما هيك؟ رح احكي معه وخبرها. منيح، روحي واحكي لها، رح تخبريها كمان انك بعتيها.
بس مشان تنضمي لشلتنا؟ اللعبة خلصت جونجا، رجعي لمكانك يا شاطرة. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.